أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بمرحلتها الجديدة التي تمتد من 15 إلى 21 تشرين الأول 2014 ومن 15 إلى 21 تشرين الثاني 2014، حيث يقدم التلقيح مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات ولدى الطبيب الخاص على كافة الأراضي اللبنانية. في كلمته شدد وزير الصحة العامة وائل أبو فعور على ضرورة وأهمية هذه الحملات والظروف المسببة لها. قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف 7 دول في دائرة الخطر الشريف، ولبنان هو من هذه الدول التي صنفت في هذه الدائرة. وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب أشار إلى التحدي الذي يفرضه العدد الكبير للأطفال الغير لبنانيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية وخصوصا في المدارس. وزير الإعلام رمزي جريج شدد في كلمته على أهمية مواكبة الإعلام لهكذا حملات ومساهمة المنابر الإعلامية في نشر الوعي الصحي. ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في لبنان جابرييل ريدنر أشارت إلى ضرورة تحصين لبنان ضد مرض شلل الأطفال المعدي، خصوصا بعد تسجيل أكثر من حالة في دول مجاورة. This campaign is part of a multi-country regional effort to contain the spread of the highly infectious and incurable polio virus. ممثلة منظمة اليونيسف أنا ماري لوريني شددت على أن تشمل حملة التلقيح جميع الأطفال في لبنان ما دون عمر 5 سنوات، وعلى أهمية تكامل دور جميع الشركاء لتحقيق الهدف المنشود. نطرة خطرة أعطيه الأطرة، منظمة الصحة العالمية.